ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء قبل خط 9 متر لصالح فريق خرفكان. عبدالله الحسني على التنفيذ، هلسف على عبدالله يلعب للوكوس لوبو وفعلوها. ومن لمسة الأولى، اللمسة الأولى والغمزة والهمسة واللمسة لسعود خالد يطلع كورته بره تماس. موريرا يلعب الكرة هدف التعادل. مارتينز لكن ضعيفة مارتينز، توصل لخالد سامي. خالد سامي لسند سهيل، سند سهيل يلعب لأندرسون. أندرسون مضغوط عليه من كازيميرو، خد الكرة مارتينز، كازيميرو، مارتينز الله 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 الله، خلصوها وخلص كل الكلام. مارتينز وكازيميرو خد وهات، وهجمة هنا وكرة سريعة. رمية المرمى يلعبها حسن الحنتوبي، حسن يلعب الكرة، يلعب لوكاس، لكن الحكم بيقول لم يحتسب الهدف. ليه؟ لان لوكاس نونيز لم يلمس الكرة. بيلعب الكرة لكن مش عارف الكرة. لوكاس نونيز يجيب الثالث.